من ناحية راشي مرضها كتير صعب، ومن ناحية تانية كل هالمشاكل. قديش عم تتعذب هلأ راشي؟ وكيف بدها تتحمل كل هالشي؟ وقت راشي كانت معي، أنا اللي بعدت عنها، واليوم لما أنا بدي أكون جنب راشي هي اللي صار بدها تبعد. أنا هلأ كيف بدي أعيش بدونها؟ مالي قدران أفهم هالشي. رانفير، راشي ما راح يصلى شي بنوب، وأكيد هي راح تصح. رامبير ابني، انت لا تشيل هم، راشي راح تكون بألف خير. بس كيف هالشي يا عمتي؟ تعرفي شو قالت لي الدكتورة؟ قالت لي الجرعات الكيميائية ما راح تنفع على راشي، وفوق كل هالمشاكل قالوا لي كيف بدها تتحسن. يا ابني لازم يكون عندك أمل، إذا أنت فكرت تخسر من الطبيعي إنك تخسر، لهيك أنت لازم تفكر بالخير. هلأ مو وقتها تضعف أبداً، اللي مين رح يهتم فيها لراشي؟ راشي طلبت إنه خالي يرجع لهذا البيت، يعني كسرت كلمتك، بس هلأ بعد رجعت بي على هذا البيت. راشي كانت تتمنى تكونوا مع بعضكن، بس بعد ما اجت بيها لهون شو اللي رح يصير؟ قولوا نحنا كيف بدنا نهتم براشي وأوضاع البيت هيك؟ ابني عمتي، أنا بعرف إنه ما بستحق إنكم تسامحوني، وأنا بستحق إنكم تقطعوا علاقتكم فيني. أنا هلأ خسرت وتدمرت، بس يا عمتي حتى أنت كمان ما عم تفهميني.